في الصف الرابع ذهبت إلى اليمن، القطر الجنوبي من اليمن حينذاك كان يعني منقسما إلى القطر الشمالي والقطر الجنوبي الاشتراكي، وأنا كنت هناك مترجما يعني أو ترجمانا في لواء الخامس للمظلات. ونشب الحرب الأهلية خاطرت في 13 يناير المشؤوم، وأنا كنت في من شهود عيان. وبعد سنة من التطبيق رجعت إلى جامعة موسكو. و عفوا، يعني انت كنت في هذه الفترة طالبا في الجامعة. أنا كنت طالبا، فالجامعة أرسلتني كطالب التدريب. كتالب، نعم. ف من خلال وزارة الدفاع، لأن وزارة الدفاع كانت تحتاج احتياجا كان كبير من المترجمين المدنيين، وأنا كنت يعني زي ما نقول في اليمن شرد من الموت وحضر إلى حضرموت. شرد من الموت وحضر إلى حضرموت. نعم، ووقع إلى حضرموت.